من جديد بجد تحيه بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. واحد من نجوم كره القدم الجزائريه واحدث الوجوه المنضمه للنادي الاهلي احمد القندوسي اللي ببارك له النهارده على الفوز وعلى تتويجه باول بطوله ليه مع النادي الاهلي. قندوسي مليون مبروك، اول بطوله ليك مع النادي الاهلي اكيد بتدي لك ثقه للي جاي، اكيد بتعني لك الكتير خلال الفتره اللي جايه يا قندوسي. اكيد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. احنا كانت هذه البطوله وفين حققنا الفوز مهم، والحمد لله احنا كنا نستاهلوا هذه البطوله وان شاء الله مزيد من البطولات. وهذه البطوله تعطينا بزاف ثقه عشان نزيدوا نعملوا على البطولات الاخرى ان شاء الله. قندوسي قبل ما يلبس تيشيرت النادي الاهلي جمهور النادي الاهلي بيحبه، ودي مش حاجه سهله ان الجمهور يحبك قبل ما تيجي تلعب، فاعتقد دي من الامور المهمه جدا، لان انت كنت واحد من مطالب جماهير النادي الاهلي انضمام احمد القندوسي للنادي الاهلي. الحمد لله ان شاء الله هم يحبوني كثير وانا ثاني بحبهم، وان شاء الله نكون في حسن ظنهم وان نقدر نمد اضافه للفريق، وان شاء الله نكون قد الظن تاعهم ونحقق بطولات ان شاء الله. نادي وفاق سطيف ليه فضل كبير جدا على القندوسي والمسؤولين في ان القندوسي واحد من النتائج اللي تخرجوا من النادي وفاق سطيف، حابب تقول لهم ايه النهارده؟ واحنا يعني كجمهور النادي الاهلي بنشكر نادي وفاق سطيف على انضمام القندوسي طبعا للنادي الاهلي. انا نشكر بزاف وفاق سطيف لانه فريق القلب في الجزائر، وهو كان الفريق الاول اللي فتح لي الابواب باش نحترف. الحمد لله جيت الاهلي، ونشكر بزاف جماهير تاع وفاق سطيف، ونشكر جماهير تاع الاهلي اللي دارت فيا ثقه كبيره. عايز تقولي بقى للكلمه للجماهير النهارده اللي كانت ماليه كل الاستاد، وانت شفت جمهور النادي الاهلي خلال المباراه الاخيره. انا نشكرهم بزاف ونقول لهم باللي انتم كل ما تحضروا معنا تعطونا اضافه في الفريق، وان شاء الله تكونوا معنا في كل الاوقات. واحنا الجمهور بيحبك بزاف يا قندوسي. واحنا بنحبهم. شكرا لكم. كلام مهم جدا، كان لازم طبعا نبارك للقندوسي احدث الوجوه طبعا المنضمه للنادي الاهلي. مليون مبروك اول بطوله للقندوسي مع النادي الاهلي. من جديد تعود الكلمه للزملاء في الاستوديو. شكرا جزيلا زميل العزيز فاروق صلاح.